اهلا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. وصلنا الى تحليل ونتائج المجموعه الرابعه، مجموعه القناه. مركز شباب ابو سوير يفوز على شباب فاقوس بثلاث اهداف مقابل هدف. كهرباء الاسماعيليه في المباراه القويه مع منتخب السويس تنتهي بالتعادل بهدف مقابل هدف. بور فؤاد يفوز على غزه دمياط بهدفين مقابل هدف. دمياط والمريخ سنتحقق من نتيجه امامي 0-1 للمريخ. القناه يفوز على شهداء 1-0. كهرباء طلخه فوز عريض على سماد السويس بستة أهداف مقابل هدف. كابتن أبو بكر، منتخب السويس على الكابتن خالد جلال، المريخ مع الكابتن محمد ياسين، وكانوا الاثنين في الترقي في الموسم الماضي، وأيضا القناة هبط من القسم الثاني، من الممتاز للقسم الثاني. دمياط مع الكابتن حسام جويبة بقدم موسم رائع، وشايف النتائج هذا الأسبوع نتائج طبيعية ولا فيها مفاجآت؟ والله اعتقد المجموعه دي برضو من المجموعات الشائكه والقويه، عكس الموسم اللي فات. الموسم اللي فات المجموعه دي كانت اسهل الى حد كبير. السنه دي الفرقه دعمت كويس. اعتقد فريق دمياط من الفرق المحترمه جدا، جاب لعيبه كويسه، كابتن حسام شغال في استقرار السنه دي، في استقرار وبينافسوا. المريخ من بدايه الموسم بعد الترقي الموسم اللي فات، الموسم ده عاملين فرقه كويسه، جابوا لعيبة كويسة جدا، نتائجهم إيجابية. أعتقد أن المريخ من الفرق اللي هتحجز مقعد في من الثلاث مقاعد بتوع الترقي. منتخب السويس عكس الموسم اللي فات لسه شايف الحتة الفنية عندهم مش متظبطة قوي، ولكن الكابتن خالد جلال قادر أنه ياخد الفرقة ويعمل لهم استقرار فني. هو عنده 8 نقاط وعنده مباراة، يعني كان مريح أسبوع. لا هو طبعا حته البونت مش بعيده، انا بتكلم على الحته الفنيه انه يقدر يؤدي الاداء الكويس بتاع الموسم اللي فات. فطبعا فريق منتخب السويس من الفرق اللي هتنافس بقوه، زائد ان عندهم جمهور بيعشق الفريق بتاعه وبيبقوا وراهم في كل حاجه. مجلس اداره اعتقد انه ما بيسيبهمش برضه، في تبرعات كويسه بسم الله ما شاء الله. بالظبط، في تبرعات كويسه. فاعتقد طبعا منتخب السويس من الفرق اللي هتنافس بقوه، معاها دمياط، معاها الشرقيه برضو كان باين النهارده، ولكن عندها 9 نقاط. الشرقيه فرقه كويسه السنه دي جدا. بالظبط، عامله نتائج كويسه مع الكابتن محمد عبد الرحمن. النهارده القناه بتحقق اول فوز، قناه ما نستهنش بيها بعد تغيير الجهاز الفني. ما نستهنش طبعا بفريق القناه. في مجموعه لعيبه موجوده من الموسم اللي فات، جابوا لعيبه كويسه. فاعتقد مع المباريات والشغل واللعيب يوصل لمستوى فني وبدني كويس، اعتقد ان النتائج برضو هتتغير لصالح الفرق الكبيره. بس بور فؤاد فازت 2-1 على غزه دمياط. الجميل يا كابتن محمد، تخيل المدير الاداري السابق لفرقه بور فؤاد كان بيحرض اللعيبه على الهزيمه في مباراه اليوم عشان اقاله الجهاز الفني ده، وهو يرجع بالجهاز الفني القديم. ويعني رئيس النادي المهندس احمد المبارك ليه موقف جميل جدا في هذا الامر. والله حضرتك بتقول كارثه بصراحه يعني، بس للاسف شديد الكارثه دي موجوده، وموجوده في بعض الانديه. مش في كل الانديه، ما نقدرش نعممها، لكن للاسف في بعض الانديه بيبقى الجهاز الاداري بيبقى احد اهم الاسباب لفشل النادي. فطبعا اللي حضرتك بتقوله ده كلام غير مقبول في كره القدم تماما، وكلام بعيد كل البعد عن الاخلاق. لان المفروض لما يكون الواحد موجود في مكان، المفروض ان هو بيخلص المكان اللي هو فيه، بيبذل اقصى ما في استطاعته، بيساند الجهاز الفني اللي بينتمي له بمنتهى القوه. حتى لو الجهاز الفني ده فيه قصور، يبقى المفروض ان القصور ده بيعالج في الغرف المغلقه مع مجالس الادارات بعيد عن اللعيبه تماما. لكن انا كجهاز اداري اخش في ان انا احرض لعيبه على انها ما تلعبش او تخسر ماتش عشان اجيب جهاز فني اخر، ده كلام ملوش علاقه بكره القدم للامانه يعني. هبدا معاك مع المجموعه الخامسه، طبعا بحري منطقتك تمام، وهرجع للكابتن ابو بكر فيها. النتائج الاسبوع ده بلديه المحله فوز عريض للغايه على نابارو 6-1. مركز شباب تلا ينهزم ايضا من شربين 5-2. سيرس ليان يتعادل مع صيد المحله 2-2. السنبلاوين ينهزم من المنصوره 0-1. بالاس يتعادل مع ديكرنس 0-0. الحمول يتعادل مع جمهوريه شبين 2-2. غازي المحله كان مريح هذا الاسبوع، عنده 12 نقطه، المنصوره ايضا 12 نقطه بسم الله ما شاء الله. البلديه 10 نقاط امامنا. طبعا هتبقى مباراه غزل بلديه المحله مع نابارو، وفوز عريض جدا للكابتن جمال المقص على الدكتور احمد سند 6 اهداف مقابل هدف. يعني
كابتن محمد، النتائج من وجهة نظرك؟ والله انا شايف النتائج من وجهة نظري نتائج يعني منطقية الى حد كبير. بلدية المحلة بتفوز على نابورو 6-1، هي نتيجة كبيرة لكن فوز كبيرة، ونابورو فرقة كبيرة ولابح في المجموعة دي. الحقيقة نابورو فرقة كبيرة وعندها مجموعة لعيبة جيدة، انهم واخدين مجموعة من لعيبة غزل المحلة السنة دي على قدر عالي جدا من الكفاءة البدنية والفنية، مواليد 93 وعندهم مجموعة قديمة كويسة. انا كان شغال معاهم الكابتن فايز، وانا على علم بان هم مجموعة لعيبة جيدة. انما النتيجه كبر، النتيجه هو المفاجاه. لكن النتيجه بلديه المحله برضو نادي كبير وعريق، ففوزه على نابورو ده امر وارد بشكل كبير. شربين برضو تفوز على مركز شباب تالا 5-2، دي نتيجه طبيعيه. مركز شباب تالا صاعد من القسم الثالث. شربين غيرت الجهاز الفني، ويعني كان كابتن محمد صبري كابتن بكر، وكانت النتائج مش ماشيه معاه، وجي مكانه الكابتن بدير اللي كان متولي ديكيرنس، وساب ديكيرنس لسوء النتائج. نتائجه جت مع شربين، سبحان الله. كابتن محمد صبري راح بالاس بعد سلسله من الهزائم، اول تعادل مع توليه المهمه النهارده. ما انا بقول لحضرتك، هو يمكن تغيير الاجهزه الفنيه احيانا كتير بينعكس بالايجاب نفسيا. هو طبعا اي مدير فني هيجي مش 3-4 ايام ممكن تظهر له بصمه فنيه، لكن هو بيبقى الاداء كله على النواحي النفسيه والفنيه. ممكن جدا تبقى النتائج، سلسله النتائج الغير جيده خلال المباريات اللي فاتت، ما تبقى مرتبطه بالعامل النفسي مش بقدرات اللعيبه. ممكن تبقى لعيبه كويسه جدا على قدرات عاليه جدا فنيه، لكن ممكن العامل النفسي يكون غايب عنهم بعض الشيء. فلما بتيجي تغير الجهاز الفني، هو ما بيبقاش فيه بصمه فنيه، لكن بيبقى فيه بصمه نفسيه هي اللي بتنعكس على النتائج مع بدايه شغل الجهاز الفني الجديد. يا ريت انا عاوز اشوف الجون الاخير بتاع بلديه المحله، تصويبه رائعه كابتن بكر، وتدينا رايك فيه يعني، يعرضوه لنا الزملاء مره ثانيه. لكن انا عاوز كابتن بكر، بالاس كانت من الفرق دايما اللي بتنافس، كلها راعي كابتن احمد مجاهد. شوف الهدف ده معانا كابتن جنيدي وكابتن بكر، يعني شوف التصويبه منين، مسافه كبيره جدا ورايحه في كوره كابتن. في كوره في المجموعات بصراحه كلها، وفي ملاعب محترمه. بالاس كان معاها راعي كابتن احمد مجاهد، سابها السنه دي هزيمه في كل المباريات السابقه، واول نقطه مع كابتن محمد صبري بعد توليه المهمه الجديده. شايف زي ما بنقول دايما، الاستقرار المالي والدعم المالي بيأثر على الفرق المختلفة، لا سيما الفرق اللي زي بالاس وغيرها؟ اعتقد طبعا الناحية المالية مهمة جدا، لان هي اللي بتساعدني على الاستقرار، وبتساعدني ان انا اللعيب بتاعي بيأدي، بتساعدني على حتة الانضباط، لان اللعيب النهاردة لما بيبقى واخد حقوقه كاملة بيبقى فيه حتة انتظام، وبالتالي بينعكس على أداؤه الفني وأداؤه البدني. فهي النقطة في حتة الناحية المادية بتنعكس تماما على انتظام اللعيبة، وبالتالي بتحقق النتائج الإيجابية من خلالها. فالنهاردة الناحية المادية عايز أقول إنها مهمة جدا، بس مش هي لوحدها الفيصل. النهاردة لازم يكون عندي استقرار فني واستقرار إداري، ويكون عندي خامة كويسة، لعيب محترم كويس بيقدر ينفذ. أعتقد أن اللعيبة قريبة من بعض، الفروق الفردية مش عالية قوي، ولكن بنحط في المقام الأول الناحية المادية مع العامل الإداري. فده اللي بينجح أي فريق. كابتن محمد، غزل المحلة، وانت واحد من أبناء غزل المحلة 10 مواسم، وليك باع طويل جدا مع فريق كرة القدم في الدوري الممتاز، كانت صدمة هبوطه للقسم الثاني، لكن أعتقد أن انتوا يعني بدأتوا تحسوا بالمسؤوليه في الشركه، وتعاقدتوا مع الكابتن احمد عبد الحليم احد الاسماء الكبيره في كره القدم، وحتى الان يعني نمسك الخشب فوز في كل المباريات، وكان مريح الاسبوع. الاتجاه في غزل المحله وانت موجود داخل المطبخ زي ما بنقول ماشي ازاي؟ والله زي ما بقول لحضرتك، الحمد لله رب العالمين، اداره النادي نجحت السنه دي ان هي تتعاقد مع مدير فني على مستوى عالي كابتن احمد عبد الحليم. تعاقدت برضه في بدايه الموسم مع مجموعه من اللاعبين الاكفاء. كابتن احمد ان شاء الله رب العالمين محقق اربع مباريات فوز، ومحقق العلامه الكامله 12 بونت من 4 مباريات، هو ليه مباراه باي، يعني هو الفرق لعبت 5 ولعب 4 بس. فانا بس عايز اقول ان غزل المحله مش دي المكانه الطبيعيه بتاعت نادي غزل المحله. نادي غزل المحله نادي عريق، نادي له باع في الدوري الممتاز، نادي عنده كل الامكانيات اللي تؤهله ان هو يبقى من انديه المقدمه. فوجوده في الدرجه دي انا اعتقد ان هو غير مناسب تماما. ان شاء الله باذن الله تعالى بالجهاز الفني الموجود وبالدعم الاداري اللي موجود حاليا يرجع تاني لسابق عهده، ويرجع تاني لمكانته الطبيعيه في الدوري الممتاز، وان شاء الله باذن الله تعالى ما ينزلش تاني الدرجه دي، لان نادي غزل المحله يعني
يعني انا شايف ان انا بتكلم الحقيقه بنبره كلها حزن ان هو ما يجيبش ابدا ان هو يكون موجود في الدرجه ديت بالامكانيات وبالتاريخ العريق اللي هو موجود يعني فيه. كابتن ابو بكر غازي المحله قدم اسماء كبيره جدا في الكره المصريه وكلكم كنتم موجودين في المنتخبات في مراحل سنيه مختلفه وقطاع ناشئين على اعلى مستوى فريق اول على اعلى مستوى فزي ما كابتن جنيدي بيقول مكانه لا تليق بزعيم الفلاحين زي ما بنقول اعتقد ان غزل المحله السنه دي من الفرق اللي هتنافس على الصعود مش هتنافس على الصعود للترقي هتنافس على الصعود للدوري الممتاز كابتن احمد عبد الحليم عامل استقرار فني كويس جدا بدا بدري مع الفريق في مساندة كويسة من مجلس الإدارة بالإضافة للنقطة المهمة جدا التاريخ بتاع النادي والمساندة والإحساس الفرق أن أنا بلاعب غزل المحلة زي ما بيقول الكابتن محمد جنيدي لا الوضع الطبيعي للمحلة أنها في الدوري الممتاز الكلام ده ما يقلش حاجة عن فريق المنصورة أو البلدية أنا كنت عاوز أقول فريق المنصورة بصراحة كابتن ياسر الكناني الموسم الماضي كان المنصورة بعيد شوية لكن السنة دي نتائج محترمة للغاية بيحتل المركز الأول مع الغزل 12 نقطة في استقرار في الجهاز الفني استقرار ودعم من قبل مجلس إدارة برئاسة اللواء إبراهيم مجاهد أعتقد الثلاث فرق دول مع البلدية والمنصورة والغزل أعتقد الثلاث فرق دول حاجزين مكانهم طبعا الكرة فيها كتير ولكن هيجي من بعيد شوية جمهورية شبين فرقة كويسة الكابتن عفت نصار عامل شغل كويس مع الكابتن سيرس الليان طبعا من الفرقة المحترمة جدا الفرقة دي نتائجها ممكن تبقى عامل مهم جدا في المباريات اللي هي كان في الترقي بالظبط في المباريات اللي هي المشتركة مع الغزل والمنصورة والبلدية يعني اللي هيوفق فيهم ويكسب الفرقة دي وخاصة في ملاعبها هيبقى الثلاثة بونت مهمين جدا تمام خلونا احيي ايضا صيد المحله الصاعد هذا الموسم الدكتور محمود شحاته عامل نتائج يعني بسم الله ما شاء الله نتائج طيبه للغايه في اول موسم له في الممتاز به المجموعه السادسه نتائجها قم حماده نادي قم حماده يفوز على ترجي مطروح بهدفين مقابل هدف فاركو يتعادل مع كفر الشيخ في مباراه قويه بدون اهداف شباب الضبع يتعادل مع ميال بحيره بهدف مقابل هدف غزل كفر الدوار يفوز على بوكيل اسمنا 1-2 الحمام يفوز على طنطا بهدف مقابل شيء مليت كفر زيات يفوز على الاولمبي 4-2 بعدما كان متاخرا بهدفين ولكن كابتن حماد الزامك اللي بقدم له تحيه كبيره للغايه في ظل امكانيات معدومه هذا الموسم يستطيع ان يقلب الطاوله ويفوز بعدما ان كان متخلفا بهدفين يحقق الفوز ودي طبعا مباراه مدريد كفر زيات والاولمبي الزميل احمد عبد الفتاح اللي بنشكره اللي كان موجود هناك 4 اهداف مقابل 2 كابتن جنيدي 2-0 للاولمبي وبعد كده كابتن حماد الزامك اللي بحييه مره ثانيه يستطيع ان يعدي النتيجه ويفوز ب4 اهداف مقابل هدف. بص يا دكتور انا اقول لحضرتك على حاجه الحقيقه بس خلينا برضو اوجه التحيه للكابتن حماده مع حضرتك وانا متضامن معاك تماما ان مدير فني يبقى خسران 2-0 ويقدر يحاول النتيجه بتاعته من 2-4-2 اكيد ده شغل مدير فني وشغل جهاز فني تغييرات لعب بطريقه هجوميه تغيير في شكل اللعب اكيد كل الحاجات دي هي اللي ادت الى انعكاس النتيجه من 2 عليه ليه 4-2 لصالحه وفي نفس الوقت برضو انا النادي الاولمبي هي طبعا مفاجاه بالنسبه للنادي الاولمبي نادي كبير وبينافس على صداره المجموعه لما يبقى متقدم 2 ويخسر 4-2 اعتقد ان النهارده محتاجين ان هم يقفوا مع نفسهم واقفه كده ويشوفوا ويدرسوا الاخطاء بشكل كويس جدا علشان وما يعيشوش فيها نفسيا لان ممكن جدا اللي حصل النهارده بصرف النظر عن 3 بونت ممكن يبقى له انعكاس نفسي بشكل كبير جدا على الاداء في المباراه القادمه فانا اعتقد ان مهمه الجهاز الفني ان هو يحاول يخرج لاعيبته بشكل سريع جدا من الحاله النفسيه السيئه اللي هم كانوا عليها بحيث ان هو يقدر يتدارك اخطائه اللي حصلت في مباراه النهارده عشان يقدر باذن الله تعالى يحقق نتائج ايجابيه في المباراه القادمه. حابب برضو معانا اهداف في مباراتكم حماده والترجي زميل محمد شريف كان موجود هناك وهتبقى معاكم بعد شويه كابتن ابو بكر يعني دي على طول الزملاء على طول في الاعداد مشكورين زميل ايمن زميل محمد شريف كان في قم حماده وترجي وهدفين لنادي قم حماده الصاعد من القسم الثالث للقسم الثاني. كابتن حماده الزامك ليه بحييه؟ اكبر عقد للاعيبه عنده 15000 جنيه. الماليه كانت بتصفي السنه اللي ما كانتش عايزه تلعب ولكن قبل المهمه واستطاع وجاب تعاقد مع عاهد عبد المجيد ومع هاني حسن وهم رضيوا اللي هم عشان يعيدوا اسمهم مره ثانيه ومعاهم بسم الله ما شاء الله محقق انتصارات يعني عنده 9 بونت وعنده رايح اسبوع فانا بحييه مره ثانيه كابتن احمد الكاس مع ابو قير يعني في المقدمه في منافسه قويه ما بين ابو قير ما بين الماليه ما بين الاولمبي لكن اللغز طنطا عايز اتوقف
اعتقد يعني ممكن نقول سوء نتائج سوء توفيق بالنسبة لفريق طنطا. ان من بداية الموسم كانت الترشيحات كلها ان فريق طنطا من الفرق اللي هتتربع على قمة المجموعة. مش عايزين نقول ان الاربع اسابيع اللي فاتوا هم المقياس، لان النهاردة خمس اسابيع او خمس اسابيع لسه الدوري طويل. اعتقد طنطا قادرة بامكانياتها بتاريخها انها توصل للترقي، ان ما نقدرش النهاردة نحسم الامور نقول ان طنطا بعيدة. لا، انا عارف ان عندهم لعبة كويسة جدا، ثلاثة بونت من خمس مباريات. انا برشح طنطا من الفرق اللي هتنافس على الصعود لو حصل استقرار. وطبعا احنا عندنا في سلبيات طبعا اكيد موجودة لازم بتتعالج. السلبيات دي اللي اقرب منها قوي مجلس الإدارة والجهاز الفني. ده طنطا فرقه الأسبوع اللي اتلعبت يوم السبت. المباراة دي كانت من المباراة الكويسة 2-2. طبعا فريق فرقه من الفرق المحترمة برضو. البونت ممكن يكون مش وحش، يعني الناس ممكن تتصور ان فريق طنطا بيخسر على ملعبه نقطتين. لا، النهاردة الفروق بقت قريبة جدا. امكانيات المادية قربت الفرق من بعض. فأنا أعتقد ان طنطا مع علاج السلبيات الفترة الجاية اعتقد ان الفريق ده قادر ان هو ينافس بقوة على الترقي. فريق ابو قير طبعا في استقرار من فترة طويلة من سنين مع الكابتن احمد الكاس. نتائجه ايجابية السنة دي افضل من الموسم اللي فات. مليت كفر الزياد زي ما حضرتك بتقول، امكانيات مادية قليلة، كانوا هيلغوا النشاط الموسم. ده معدومة يا كابتن. تمام. كانوا هيلغوا النشاط الموسم اللي فات مع الاستعانة بلعيبة خبرات كويسة. اعتقد ان لو في مساندة كويسة ممكن ميبقاش بعاد، مش هيبقوا بعاد قوي عن الترتيب الثلاث فرق. ولكن في فريق هنا محترم، فريق كفر الشيخ من الفرق كويسة جدا ومع كابتن طارق ادائها عالي جدا. اعتقد ان الفريق ده من الفرق اللي هتنافس بقوة. فريق فاركو من الفرق كويسة جدا بامكانيات عالية بإدارة محترمة. المجموعة فيها رئيس النادي 25 سنة راجل طبعا بتبقى العملية قريبة جدا وقريب من الجهاز ومعاهم في كل ماتش ما بيسيبهمش. اعتقد ان المجموعة دي فيها خمس ست فرق هينافسوا على بطاقة الصعود للترقي. كابتن جنيدي، كابتن ابو بكر بيدي بارقة امل، يعني الاستاذ فايز عليبي، الاستاذ احمد ثروت جابر رئيس النادي ونائب رئيس النادي، ادوا الصلاحيه الكامله للجهاز الفني بقياده واحد كبير جدا من ابناء النادي، لاعب منتخب مصر، هداف دوري عام، كابتن عبد الله الصاوي، لكن حتى الان لم يستطع ان يقدم اوراق اعتماده لجماهير طنطا، على الرغم انا عارف المجهود الكبير جدا اللي بيبذله داخل التدريب. البعض بدا يطالب بالتغيير بعد هزيمه اليوم امام فريق الحمام، وقال طنطا بدل ما كانت بتنافس على الصعود كل موسم اصبحت الان مهدده بالهبوط. هل انت مع التغيير في الوقت الحالي ولا اعطاء مزيد من الثقه للجهاز الفني؟ بص يا دكتور ايهاب، التغيير دايما بيحكمه مجموعه من العوامل. تمام. انا بس عايز اتكلم في البدايه ان نادي طنطا من الانديه العريقه جدا اللي لها باع في الدوري الممتاز به، من الانديه اللي بتتميز ان عندها مجلس اداره على مستوى عالي جدا لم يتدخل في عمل الجهاز الفني لا من قريب ولا من بعيد. انا كان لي الشرف ان انا اشتغل في طنطا في الدوري الممتاز واتعامل مع مجلس الاداره الموجود حاليا. مش بتكلم كلام من بره، انا بتكلم كلام انا لمسته بمنتهى القوه. ومن اهم مميزات مجلس الاداره ان هو بيعطي الفرصه كامله للجهاز الفني اللي هو شغال. لكن احيانا التغيير بيحكمه مجموعه من العوامل، اهمها انا قبل ما ببص على النتائج فقط لا غير ببص على مستوى الاداء. انا خلينا نبقى متفقين، انا عندي مجموعه من اللعيبه على مستوى عالي، على مستوى عالي. هل الاداء بيتطور من ماتش لماتش ولا الاداء ثابت او الاداء بيقل؟ لان النتائج للاسف شديد زي ما بقول لحضرتك، النتائج بتحدث حاله من حاله نفسيه، بتحدث حاله نفسيه مش جيده بالنسبه للعيبه، بتخلي حتى علاقه اللعيبه بالجهاز الفني بتبقى يعني مضطربه الى حد كبير. فلو كان الكلام ده موجود فانا اعتقد ان انا، وانا يعز علي ان انا اقول الكلام ده، لان طبعا كابتن عبد الله من اخ وصديق ومن الناس اللي انا بكن لها كل احترام وتقدير، وزميل ملعب وزميل منتخب وانا بحبه وبقدره على المستوى الشخصي. لكن لو كانت مصلحه نادي طنطا بتتطلب التغيير في الوقت الحالي، فانا اعتقد ان عبد الله اول واحد من يبادر بتقديم استقالته لتكمله المسيره، مش لعدم قدرته على اداره الفريق، ولكن نادي طنطا نادي منافس وبينافس على البطوله السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها كان هو الاقرب للصعود. فلما يجي في اول خمس مباريات
مباريات يحقق 3 بونت من 15 بونت ده بيعمل عبء نفسي كبير جدا على الجهاز الفني وبيخلي العلاقه تبقى متوتره ما بين الجهاز الفني واللعيبه. ان كان الكلام ده موجود فانا اعتقد ان التغيير يبقى واجب بشكل حتمي يعني. وده لا يقلل من عبد الله بل بالعكس ده عبد الله هو من يبادر باتخاذ خطوه زي ديت حبا في نادي طنطا لان عبد الله ابن من ابناء طنطا وانا اعلم تمام العلم مدى حبه واخلاصه لنادي طنطا. يعني زي ما قلنا كابتن ابو بكر سريعا قبل ما انهي يعني لما شفنا في المجموعه الخامسه حصلت تغييرات كابتن صبري كان غير موافق في شربين كابتن بديل غير موافق في كيرنس راح من كيرنس لشربين فوزين متتاليين كابتن صبري مع اول مباراه بعد سلسله من الهزائم مع الجهاز الفني السابق يحقق تعادل فهل التغيير في التوقيت ده مطلوب بعد اعطاء فرصه لخمس مباريات ولا انت شايف ايه؟ انا شايف ان الاستقرار الفني واعطاء الفرصه للجهاز الفني بتبقى مطلوبه جدا ولكن مع الانديه الجماهيريه اللي على مستوى عالي صاحبه الخبره العاليه الاقدر بموضوع التغيير هو مجلس الاداره ان المفروض مجلس الاداره بيبقى قريب من اللعيبه وقريب من الجهاز وبيبقى مطلع على خفايا الامور اكتر من الجمهور العادي فالنهارده في بعض الاحيان التغيير بيجيب نتائج ايجابيه وخاصه لما بيكون عليها ضغوط من الجماهير بيبقى في مشاكل كتير وفي عوامل نفسيه زي ما بيقول الكابتن جنيدي بين اللاعب في كده فاصل بين اللاعب وبين الجهاز فممكن انا اوصل لمنطقه مش هعرف اعمل نتائج افضل يعني بلديه المحله بعد 3 اسابيع غيرت الجهاز على الرغم من انه فوز تعادل هزيمه من غزل المحله 3-2 وكابتن جمال مصر تولى مهمه بعد اسم كبير جدا كابتن ابو طالب العيساوي حقق فوزين متتاليين وهي دي النقطه اللي بنقول عليها ان العامل النفسي مهم جدا ان الكابتن جمال مع الفريق من الموسم اللي فات صعد بيهم ترقي عمل نتائج كويسه جدا وكان جاي برده بعد كابتن محمد عمر اسبوعين ثلاثه السنه دي مسك الفرقه عمل نتائج ايجابيه جدا النهارده 10 بونت بينافس على الصعود فزي ما بقول لحضرتك في بعض الاحيان التغيير بيجي بنتائج ايجابيه ولكن انا مش عايز اقول تغيير لمجرد التغيير ان الاقدر ان يقول التغيير مطلوب دلوقتي هو مجلس الاداره يعني انا دايما اقول الاستاذ فايز عريبي ومعاه الاستاذ احمد صارو كانوا دايما يقول لك احنا ما بنتعاملش بالقطعه في نادي طنطا ودايما بنتعامل ان انا بدي الجهاز الفني اريحيه كان لكن في ضغط من الجماهير يعني الكابتن عبد الله الصاوي من الاسماء كلنا كنا بندعمها في نادي طنطا لانه لاعب كبير جدا لاعب منتخب مصر هداف تصفيات امم افريقيه لاعب دوري عام هداف الدوري العام حقق نتائج كبيره جدا مع انديه كان مدير فني لها سابق لكن ربما في بعض الاحيان الكره ما بتبقاش ماشيه معاه هو حاسس نفسيا ان الكره مش ماشيه معاه وانا عارف الراجل ده عاشق نادي طنطا قد ايه لكن في ضغط جماهيري زي ما بقول دلوقتي هل سيكون هناك قرار لمجلس اداره نادي طنطا باقاله الجهاز وتعيين جهاز جديد على الرغم من توفير كافه الامكانيات للجهاز الفني السابق وانا شاهد على ذلك وهناك التعاقد مع مجموعه من اللاعبين على المستوى الشخصي والفردي على اعلى مستوى لكن الكوره مش ماشيه معاهم كابتن جريدي انت تتفق مع كابتن ابو بكر ان طنطا ممكن يعود الى المنافسه ولا سيما انا عاوز اقول لك حاجه ابو قير 10 نقاط الماليه 9 الاولمبي 8 طنطا 3 يعني ممكن فوز 2 يدخلوه في الجيم مره انا اتفق جدا مع الكابتن ابو بكر في نادي طنطا ان شاء الله رب العالمين هيكون له نصيب في صعود على منافسه على في صعود على على قيمه المجموعه ان شاء الله رب العالمين اول او ثاني او ثالث نادي طنطا اسم كبير مجلس اداره على مستوى عالي استقرار اداري وفني كبير فان شاء الله باذن الله تعالى رفع الحاله المعنويه للعيبه خلال الفتره اللي جايه مع تكاتف المنظومه بالكامل باذنك يا رب نادي طنطا يرجع تاني لسابق عهده وينافس على بطوله المجموعه. هسال سؤال للكابتن ابو بكر بالتاكيد هناك صعوبات بالجمله بتواجه الاجهزه الفنيه وخاصه في القسم الثاني في ظل عدم امكانيات متاحه زي الفرقه اللي بتلعب في الدوري الممتاز. حضرتك طبعا خط تجارب كثيره جدا وعلى راس الجهاز الفني النادي الشرقيه للدخان. شايف المدرب في القسم الثاني مظلوم ولا هو بيقدم نفسه بصوره جيده للقسم الاول؟ والله طبعا انا عايز اقول لحضرتك ان الجهد والعرق والشغل المظبوط بيجي بنتائج ايجابيه انا النهارده كمدرب خبراتي بتفرق معايا انا اديت قد ايه قبل كده المواسم اللي فاتت خبراتي التراكميه اللي موجوده معايا بتساعدني ان انا بجيب لعيبه كويسه بتساعدني بعمل فتره اعداد كويسه الاجهزه المعاونه اللي معايا لازم تساعدني كويس فالنهارده المدرب طبعا جهد وعرق وشغل قاسي ولكن هي مهنه متعبه
وبتحتاج صبر وبتحتاج خبرات زي ما بقول لحضرتك. فالنهاردة المدرب لازم يبذل أقصى مجهود مع لعبته، ولازم تبقى المنظومة كاملة، المدرب لوحده مش هيعمل حاجة. فأعتقد إن هي مهنة متعبة، ولكن بالمصابرة وبالمجهود وبالخبرات وبالطبع النهاردة التدريب علم، ما ينفعش النهاردة أنزل الملعب أو الوحدة التدريبية بتاعتي أنا مش عارف أنا عامل إيه ولا أشتغل إزاي. فالنهاردة اللعيب بيحس انت شغال ازاي، بيحس بامكانيات الجهاز الفني، وبالتالي بينعكس على ادائه في الملعب. فمطلوب من المدرب انه بيطلع على احدث طرق التدريب، بيجتهد مع الناس اللي موجودة معاه، الخبرات زي ما بقول لحضرتك بتساعده انه بيجيب لعيب كويس، وبالتالي مع ادارة كويسة بتساند بيقدر المدرب يحقق نجاحات. طيب قبل ما اوجه سؤالي للكابتن الجنيدي اخد على تليفون الكابتن محمود صوفي رئيس نادي مطر طارس في الصعيد. مساء الخير استاذ محمود واهلا بك يا فندم. ازيك يا باشا، اخبار حضرتك ايه؟ الله يعزك يا فندم، تحياتي وتحياتي. وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم. ايه المشكله اللي عند حضرتك يا استاذ محمود؟ اتفضل. احنا حضرتك المره اللي فاتت لما كان معاك تقريبا حد بيت في البرنامج فاتكلم طبعا على لول اسمه مطر طارس وما كانش واضح بالنسبه له يعني. ده لا ده اسمه ما حدش يقدر ينكره كل تاكيد. ده اكيد. احنا يعني بنقول ان ده نادي مطر طارس، الرياضي مطر طارس دي اسم فرعوني. فاسم فرعوني كان اسمه مطر هنا في منخفض الفيوم. وكان في وقت في مطر قارس جدا. سمت مطر قارس. وبعدين ما عجبوش قارس فقال تبقى مطر طارس. كويس المعلومه اللي انت اديتها لنا عشان الساده المشاهدين، ادي معلومه كمان عن الاسم. اتفضل يا استاذ محمود. ايوه فندم، حضرتك احنا يعني في الدرجه القسم الثالث والحمد لله متصدرين المجموعه. كويس. لعبنا ثلاث ماتشات، كسبنا ماتشين وتعادلنا ماتش نصر ماله وبره، وفضل الله يعني ماشيين بخطه كويسه. فاحنا طبعا المشكله عندنا الدعم، وفي نفس الوقت اللي بنلعب برضه كلنا على ملعب واحد في الفيوم في ديمو. وطبعا دي مشكله امن، احنا طبعا كلنا بنساعد ان المركب تمشي يعني ان شاء الله وتبقى الامور يعني سهله بالنسبه للجميع يعني. بس احنا برضو في يعني عايزين في المدينه الرياضيه في ديمو يعني يخف علينا الايجار شويه يعني، بدل ما يصرف عليا الماتش 500 جنيه مواصلات وايجار ملعب وانا ما عنديش امكانيات يعني. احنا الدعم اللي جالنا كله اقسم بالله يا دوبك كفى اللبس بتاع اللعيبه، وانت عارف حضرتك دلوقتي اللعيبه مصاريفها عامله ازاي والموارد بتاعنا قليله يعني. احنا بننحت في الصخر هنا عاملين كذا مشروع علشان ندخل منه موارد، فبنناشد بقى يعني سيد وزير الرياضه ربنا يديله الصحه المهندس خالد عبد العزيز، وعامل يعني مجهود كبير جدا، فبنقول له نظره لانديه الفيوم الانديه وبندعيه على الهوا ان هو يجي يزورنا في مطر طارس. تمام. ان احنا محتاجين نعمل يعني شد شغل في الملعب يدخل لنا دخل يعني، احنا مش محتاجين حاجه ماديه يعني فلوس او عيني. حاجه لا، محتاجين نطور في الملعب بحيث ان احنا نقدر نأجره بشكل كويس، والمدرجات بتاعته تبقى كويسه، ودورات المياه بتاعته تبقى صحيه لان كلها بوجود الذاتي. تمام، وصلت الرساله يا استاذ محمود صوفي رئيس مجلس اداره نادي مطر طارس. اذا الدعم، وهي دعوه للمهندس خالد عبد العزيز وزير الدوله للشباب والرياضه لزياره النادي ودعم منشاته من اجل ان يكون هناك يعني دعم للنادي يقدر يصرف من خلاله على الانشطه الرياضيه. كابتن جنيدي، دمنهور، سمنود، مطروح، الانصار السعودي، وفجاه بنلاقي الكابتن جنيدي بيبعد، ولما يجي له نادي زي كوم حماده في بدايه الموسم يعتذر بعد شهر قال عشان ضعف الامكانيات وانا عاوز احقق طموحي داخل النادي. ايه الاسباب اللي بتخلي الكابتن جنيدي بيبعد رغم ان حد تاني يمسك في الفرصه يقول لك انا موجود كمدير فني واسمي يبقى موجود في السوق، لكن انت احترمت ذاتك وقلت مفيش امكانيات موجوده وانا عاوز احقق يعني حاجه معينه، مش الامكانيات دي مش هتقدر تسمح لي ان انا احققها. دكتور ايهاب، بص انا اقول لحضرتك انا بوجه تحيه طبعا للحاج علي رئيس نادي كوم حماده. الحاج علي نادي من الناس المحترمه. من الناس المحترمه اللي انا بكنه له كل احترام وتقدير. بس انا لما رحت كوم حماده، انا رحت اما سمعت عن كوم حماده سمعت ان فيها مجموعه من اللعيبه الاكفاء الجيدين، وانا بطبيعتي بحب الشغل وبحب دايما ان انا يعني ايه ابذل اقصى ما في استطاعتي علشان اقدر احقق قدر من النجاح.
انا لما اتفقت مع الحاج علي، يمكن انا رحت في اول سبعه وحضرتك كنت على علم بالكلام ده، قلت له حاج علي انا ابدا 15/7، فلو انت مثلا ما عندكش قوام تيم، قال انا عندي مجموعه من اللعيبه مشيت من النادي وما عنديش غير حوالي تقريبا اللي احنا اللي تايدوا في بدايه القائمه الاولى كانوا 11 لعيب، فيهم لعيب سنتر فيرود عنده مشكله سلوكيه مع رئيس النادي وده مستبعد لغايه النهارده، في باك ليفت انباع وانا موجود، في لعيب وسط ملعب كان عنده مشكله وقاعد في البيت وعايز يمشي وهم قالوا له هات مبلغ وانت تمشي. فاصبح قوام التيم بالنسبه لي 8 لعيبه. انا لما بدات 1/8 قلت له كده، يمكن حضرتك كنت على علم بالكلام ده، قلت له يا حاج علي انا لو بدات 1/8 ابدا بقوام تيم، يبقى عندي مش اقل من 14-15 لعيب اقدر ابدا به الموسم. لما بدات يا دكتور ايهاب بدات للاسف الشديد الاسبوع الاولاني ما كانش موجود ملعب، بدات باربع خمسه لعيبه، بدا في الاسبوع الثاني اجرنا ملعب اجرنا ملعب ايتاي البارود، كان عندي بالظبط 8 لعيبه من 11 لعيب لغايه الاسبوع الثالث. انا قعدت بالظبط 22 يوم ما كملتش الشهر، لغايه ال 22 يوم اللي انا قعدتهم ما كناش عملنا ولا اضافه. طب ازاي اكمل مع فرقه قوام تيمها وانا المفروض ان انا في نهايه مرحله الاعداد الخاص وهبدا على مرحله المباريات، هبدا بثمانيه لعيبه وكل يوم ابص الاقي عندي 20-30 لعيب اختبارات، وانا النهارده ما انا رايح علشان اجيب لعيبه ما عندهاش خبره اللعب في الممتاز به، انا رايح علشان احقق قدر من النجاح، عشان احقق قدر من النجاح انا مش ساحر، انا مدرب محتاج لعيبه على مستوى عالي علشان يقدر يحققوا الفكر بتاعي. فلما لقيت الكلام ده مش موجود فاضطريت اسفا، وانا يعني من الناس اللي عندها رغبه شديده جدا للشغل والناس المحبين جدا للشغل، بس في نفس الوقت برضو مش عايز شغل والسلام، عايز شغل اقدر بالجهد والعطاء اقدر احقق بيه قدر من النجاح. لما لقيت الكلام ده موجود، انا هقول لحضرتك على حاجه لا اخفى عليك سرا مع كل احترام والتقدير ليهم، انا طلبت جول متحرك وحواجز لغايه ما مشيت، اقسم بالله لا الحواجز جت ولا جول متحرك جه. امكانيات ولا عندهم برضو كتر خيرهم، لا مش هي امكانيات اداريه مش امكانيات ماديه، وانا اقول لك ليه امكانيات اداريه، لان جول موجود يتلحم ويتنقل. تمام، اقسم يعني بالله كل 22 يوم لا اتلحم ولا اتنقل. كل ما اتمناه طبعا، يعني كلام محترم. انا بشكر طبعا كابتن ابو بكر فوده المدير الفني لنادي شبيبه الدخان في لقائه الاول معانا، واتمنى ان شاء الله يكون في لقاءات مستمره. اشكرك وبتمنى لك التوفيق مع نادي شبيبه الدخان. شكرا وسعيد بوجودي معك. الله يوفقك. كابتن محمد جنيدي نجم غازي المحله والزمالك، شكرا جزيلا على تواجدك. شكرا لك يا دكتور ايهاب، انا سعيد جدا ان انا كنت معاك النهارده ومع الكابتن ابو بكر جنيدي. يعني خلينا نتقدم بخالص العزاء للكابتن ايمن يونس نجم مصر ونادي الزمالك في وفاه والده، هنشوف تقرير عن عزاء والد الكابتن ايمن يونس، وبعد ذلك الكابتن او الزميل محمود صبر الناقد الاعلامي الكبير بصحبه الدكتور علاء مرتضى في الفقره الثانيه. نطلع نشوف تقرير عزاء والد الكابتن ايمن يونس. اعرف والده كويس قوي الله يرحمه، كان شخصيه محترمه جدا، وبعدين اخو كابتن ياكن يعني الكابتن كلنا وكابتن مصر، وبعدين والد طبعا كابتن نادي الزمالك كابتن ايمن يونس، وانا بعتز بايمن جدا وكان شخصيه محترمه جدا، كنت اتمني ناخد اراءه في حاجات كتيره، والله يرحمه يعني ويصبر اهله وان شاء الله كده مصيره جنة باذن الله. ربنا يصبره ويرحم والده، وطبعا والده كان قدوه للجميع وله مكانه علميه كبيره جدا، وابنه يعني ايمن برضه ماشي في نفس المسيره، ذو خلق، انسان محترم محب للجميع ومن اسره نادي الزمالك، وده اقل حاجه ان احنا كلنا نكون جنبه ونواسيه في هذا الموقف الصعب. يعني ده مربيني انا وايمن، كنا بنروح نقعد عندهم هناك في باب اللوق، نقعد ناكل ونشرب انا وهو هشام يكن، مجموعه كبيره جدا كانت من اللاعبين، فالوالد يعتبر والدنا كلنا، فبقول بقاء لله وربنا يصبر ايمن ويصبر طبعا كل اخواته واهله، لان الراجل ده كان راجل يعني عاش في هدوء ومات في هدوء، وشوف ايمن يونس قد ايه نجم كبير وعمرنا ما شفناه في الملاعب ابو ايمن، فان شاء الله باذن الله يكون باذن الله عند ربنا في الجنه باذن الله. ربنا يصبره، ان ايمن متربي كويس محترم، فالناس اللي جات له دي كلها حبا في ايمن، ولحد ما بيكون كويس ومتربي واخلاقه كويسه فتلاقي المسانده الناس كلها بتيجي بحب جايه تسانده وتقف جنبه تعزيه، فان شاء الله ربنا يصبره ويرحم والده ان شاء الله. كل بقاء الله سبحانه وتعالى ما اخذ والله ما اعطى، وانا لله وانا اليه راجعون، ان شاء الله والدك باعماله الصالحه باذن الله يكون في الجنه
باذن الله تعالى. كابتن ايمن يونس بالنسبه لنا مش لعيب بس، لا ده اخ كبير واخ فاضل وكان زميل ملاعب وكابتن مصر ونادي الزمالك. فالحقيقه الفقدان للنادي الزمالك كله مش للكابتن ايمن يونس بس. ابدا اتقدم بالتعازي للكابتن ايمن يونس في الفقيد طبعا، ويا رب يعني يدخله فسيح جناته، وان شاء الله ايمن من الرجاله الكويسه اللي بيقدر يعني يتحمل المصاعب، وان شاء الله تكون دي اخر احزانهم ان شاء الله. ايمن بالنسبه لي صديق، يعني عشره عمره على مدار تاريخ الثمانينات واصحاب لغايه دلوقتي، وبنتقابل بره، وايمن شخصيه مثقفه، شخصيه محترمه، الناس بتحبه، فوضع طبيعي ان انا كنت موجود جنبه.